اهلا وسهلا، مرحبا بكم في المكسب ديالنا باب كندا سوليسيون، المكسب معتمد هنا بموريال. هذا نداء ورساله للناس، سورتو لي زومبلويور العرب ولا الناس اللي عندهم دي زافير هنا، عندهم كاين لي بونوجري ريستورون داكشي. راه عندنا يد عامله متوفره تتكلم فرنسي وانجليزيه والعربيه، كاينين اللي عندهم دي نيميرو داسيرونس سوسيال ديالهم في جميع الميادين، وكاين لي فيزيتور داخل كاينين هنا متواجدين وكاينين اللي خارج كندا. يعني بغيتو يد عامله كتناسبكم بالنسبه لتكون كتتواصل مع الجاليه العربيه باللغه العربيه وميم طون بالفرنسي ولا بالانجليزيه راه عندنا. وحنا ما تنساوش كمكتب معتمد ديال الهجره والتشغيل والتوظيف، راه كنكونوا كضامن لهذه الاجراءات القانونيه. يعني انت كمشغل عندك بيزنس ديالك ما غاديش تخاف من هذا الكونديدا، واش اموره قانونيه، واش حنا كنتكلفوا بداك الشيء وكنتكلفوا بالاجراءات القانونيه كلها، يعني من عمل العقد و فير كونطرا، يعني نعملوا العقد ونعملوا الاجراءات كلها. انت كتكون هاني، يعني المكتب اللي كيكون هو المسؤول على هذيك الاجراءات، ما تنساش ما عندك حتى شي علاقه بهذاك الكونديدا، ماشي انت كتحمل المسؤوليه ديال الوراق ديالو. سي سور انت اللي كتخلص عليه، كتادي الواجبات وداك الشيء، هذا قانون. ولكن من ناحيه الاجراءات القانونيه ما كتكونش مسؤول على ادميتون لي ديبلوم ديالو واش حقق ماشي حقق، ماشي انت، حنا كنتحملوا المسؤوليه لان هذه خدمتنا كنقلبوهم وكنعملوا دي زونتروفي. كاين واحد الباسان كبير هنا في موريال بيلونجي، وتشوفوا معايا مزيان بيلونجي. اما تجيو عندنا المكتب ديريكتومون، اما نديروهم بار زوم، ولا جو عندنا المكتب هنا في بيلونجي 22 27 غي بيلونجي. بالنسبه للناس المشغلون كنرحب بكم ونعملوا لكم واحد لو بري خاص بكم، يعني واحد الثمن خاص بكم انتوما. هاد المشغلون عندهم بيزنس، وكنعرف ان راه كاينين بزاف الجاليه العربيه عندهم بيزنس هنا، عندهم كاين لي دي غاردوري دي ريستورون دي زونتربريز. الحمد لله الناس نتوما من اي دوله، المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، مصر، اردن، من اي دوله حنا مستعدين نتعاملوا معكم ونعطيكم هاد المترشحين داخل كندا كلها. كنرحب بكم مكتب باب كندا، والى اللقاء.